اكيد هنواصل معاكم فقراتنا ومواضيعنا الهامه جدا والمتعلقه بالنادي الاهلي، ولكن واحنا شغالين معاكم طبعا عرفنا ان في مباراه السله ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري طبعا لوحه الاعلانات وقعت على جمهور الاتحاد. طبعا احنا كنا بنتكلم من شويه عن فكره الاصابه وفكره ده، فنتمنى ان شاء الله ليهم السلامه، ونتمنى ان يكون الامور بخير وما يكونش اي حد وسام اتعرض للايذاء، لان ده اهم حاجه بالنسبه لنا وكفايانا وجع بقى يعني. بالتاكيد يعني مش عايزين نعيد اي ذكريات سلبيه عن المدرجات، كل الامنيات وكل الدعوات ان يكون الامر بسيط وما يكونش فيه اي مصاب ولا اي حاجه بعد الشر عن اي مشجع من مشجعي الاتحاد السكندري او اي يعني اي حد موجود في الملعب. الحقيقه الصوره يعني مقلقه، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني خلال الهواء نقدر نطمن على القصه دي، وان شاء الله باذن الله ما يكونش في اي اصابه او تكون اصابات بسيطه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله اسامه، واحنا يعني من خلال فريق اعدادنا هنوافيكم، طبعا كتير من الناس بتتفرج برضو اكيد على الاهلي خط احمر ومتابعه الماتش، فاحنا برضو هنوافيكم دايما باي مستجدات تجيلنا في القصه دي. نتمنى ان شاء الله باذن الله السلامه لكل مشجع مصري، لان ده هدفنا الاول والاخير قبل اي حاجه تتعلق باي لعبه.